لاباس، مرحبا بكم. فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو جديد، تقدروا تقولوا روتين فلوغ ولا نهار معايا ولا دوزو قيتات معايا في هذا الفيديو. المهم الناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لاول مرة، معكم مريم. نعم ديال تسنيم هذيك. ما كنبدا نصور شي فيديو خاص تسنيم حتى هي تشارك، واخا تقول غير الصوت ديالها. قلت لكم غادي نشارك معكم وقيتات معايا ولا نهار معايا، غادي ندير فيه بزاف الحاجات غنرتب فيه هاد الروينه اللي كانت روينه، اما دابا راه قديتها الروينه اللي من مورايا. وهذا ما كان مهم، تبعوا معايا الفيديو حتى تشوفوا شنو غادي يكون فيه. الناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر ابوني الموجود اسفل الفيديو. معكم مريم وفيديو جديد، يلا نبداو. اليوم غادي نجمع هاد الروينه اللي عندي هنا. كما قلت لكم الدار نقيه مجموعه، ما عنديش فيها شي حاجه بزاف، ولكن هاد الروينه اللي عندي هنا هذه هي البلاصه اللي كنكون سوا فاش كنصور كنهز من هنا الحوايج وكنلبس حاجه كنرجعها وعشره ما كنرجعهمش. وفي نفس الوقت في الاسبوع يعني ملي كنكون غاده للخدمه ولا شي حاجه فانا كنبقى نهز الحوايج وما كنرتبهمش، داكشي علاش كنخصص واحد النهار في السيمانه اللي كنعاود نرتب فيه هادشي كامل اللي كاين هنا. وغيبان لكم هنا واحد الروينه، هادو لي شال ديالي. شي مرات كنكون خارجه مزروبه وكنبغي كنبغي نهز شي شال هكا، فكنبقى كنقلب على الشال ديالي وسط من هاد لي شال كنصدق مروناهم كاملين. وما كيعجبنيش هاد الحاله تكون بحال ما هكا، داكشي علاش اليوم ان شاء الله غادي نرتب هادشي كامل اللي كاين هنا. وحتى راكم عارفين دابا مع دخل البرد كاينين عندي واحد الحوايج ديال البرد اللي كنت مازال ما جبدتهمش، حتى هما غادي نجبدهم ونعلقهم. هنا رتبت، المهم حاولت نرتب هنا، خليت غير الحوايج ولا لي فيست اللي كنستعمل ولا لي مونطو اللي كنستعمل كل نهار خليتهم هنايا في هاد لابارتي، حيت هنا غالبا كنحط غير الحوايج اللي كنستعمل كل نهار اولا شي حاجه هكا ملي كنبغي نصور لي فيديو ولا في انستغرام ولا شي حاجه كنحط الحوايج اللي كيجوني ساهلين هنا محطوطين باش نلبسهم. فحاولت نرتب هادو اللي تلبس كل نهار، وهنا لي صاك حتى هما خليت غير اللي كنهز كل نهار واللي كنستعملهم بخاتيك وكنستعملهم كل نهار. لي صاك الاخرين هادوك غادي نحيدهم، هادو فيهم هذا ديال الصيف، هذا البنات كنت خديته من عند ويزارت كدير لي زارتيكل ديال لارتيزانا كيجي الشكل ديالو زوين البنات في الهزه. المهم هذا ديال الصيف ماشي ديال هاد الجو. هاد الصاك ما بقيتش كنستعملو نهائيا، غنحيدو تنشوف نعطيه لشي واحد. وهذا هذا حتى هو صاك زوين مي ما كنستعملوش زعما يوميا، كنستعملو مره مع هاد لاغوب نواغ لاتي نوريها لكم. ها هي هاد لاغوب نواغ، وراه ديجا حطيت في الانستغرام واحد الفيديو على هاد لاغوب نواغ كيجي معاها زوين، كيجيو معاها زعما درت لكم تنسيقات الملابس بكسوه كحله، فحطيت لكم هاد الفيديو في اليوتيوب. دونك دابا مازال لي صراحه غادي نكمل شحال من حاجه، مازال لي هاد لي شال اللي هنا في الارض خصني
نطويهم. هادو حوايج كنت كانوا ديال الصيف صراحه، كانوا مازالين معلقين في هاد العلاقه حتى هما حيدتهم. مهم التنظيم مهم بزاف بالنسبه لي انا، التنظيم فاش كتكون الدنيا منظمه ومرتبه ومقاده، فهادشي تيعطيك اونفي انك تصور، انك دير شحال من حاجه. ملي كتكون الدنيا مرونه راه ما كتقدر لا تصور ولا دير حتى شي حاجه، حتى ملي كتبغي تلبس الحوايج كيكونوا منظمين، كيجيوك ساهلين ومتيولين ومقادين ماشي بحال فاش كيكونوا مرونين. هذا غادي نحيدو حيت ماشي ديال هذا الجو. هذه حتى هي شوميز غادي نحيدها، ماشي ديال هذا الجو اصلا، تقطعات من واحد البلاصه. هذه واقيلا غنحيدها كاع صافي، خليها مع الحوايج اللي قدامو غيتحيدو. ودابا غادي نجيب هاد المنظمات، هاد المنظمات البنات سينو نزيد نوريهم لكم اكثر. هاد المنظمات خديتهم باش نحاول نصورهم لكم قرابين. هاد المنظمات بهاد الشكل، هادو كنت خديتهم من اللي في كازا سميتها ايكيا، ياك ايكيا كنت خديتهم منها حيت كتخلط لي ايكيا مع كيتيا. ايكيا هما اللي خديتهم منها، كانوا كل شكل منه جوج، كان هذا منه جوج، هذا الشكل منه جوج، وهذا الشكل منه جوج. هادو هما اللي كندير فيهم انا لي شال، سوف كو داك لي شال ديال الحرير اللي كنخافو يتسنا ولا شي حاجه، هادو كنعلقهم عندي ديك العلاقه اللي معروفه هكا فيها الدورات فين كيتخشاو لي شال كنديرهم فيها، وهادي تندير فيها لي شال. دابا راكم عارفين البرد، يعني غالبا كنستعملو لي شال ديال الخيط، او لي شال اللي تيكونوا هكا سخيخنين ماشي بحال الصيف، كنستعملو لي شال اللي كيكونوا خفافين ودغيا كيتكمشوا. دابا غادي نرتبهم. هما لي شال رتبتهم كاملين. بون هادو معندي ما ندير بهم دابا، حيدتهم اصلا باردين. هنا لي شال اللي لون واحد حيدت لي خصهم يتصبنوا، حيت شي مرات كنرجعهم كيكون خصهم يتصبنوا ولا شي حاجه. هنا لي شال هادو اللي مزوقين، هادو غنقول لكم هادو دي توربون، غنوريكم الشكل ديالهم كيفاش داير. كنت خديتهم داك العام من عند واحد لاباج سميتها ام اش مود، تيجي الشكل ديالهم زوين على الراس. دابا نعاود نصورهم لكم. عندي في 3 كولور، ما كنتش كنلبسهم في الصيف لانه في الصيف كانوا كيجوني بحال شويه كيجيو سخانين على الراس، حيت انا كنديرهم عاد كندير شال واحد اخر من الفوق. هانتوما شفتوهم كيف كيجيو، هادي القدام ديالهم في الراس. ودابا مع البرد واضح انهم غادي يجيو زوينين يدفيو مع البرد، يدفيو الراس. ها هو الشكل ديالهم، هذيك اللي وريتكم ماشي الشكل ديالهم من القدام، هذه الشكل ديالها شتا. ولا جو بونس هذه واقيلا حيت ما عقلتش، حيت من داك العام استعملتهم. هذه عندها هاد التنيات هكا في القدام، والاخرى عندها سامبل هذاك القدام عندها غير جوج ديال التنيات. هنا كما قلت لكم غادي نرتبهم دابا في هاد لي بواط هادو. كيهنيوك فريمون، تيهنيوك وكيبقى كلشي منظم. ها هما صورتش لكم هاد لي شال ديال ليكرا، انا كنستعملهم بزاف بزاف بزاف، راه غيبان لكم هنا عندي غير 4 حيت الاخرين كاملين حطيتهم للتصبين. كنستعملهم بزاف بزاف هاد لي شال، كيجوني براتيك ساهلين في الدار، وحتى ملي كنبغي نصور شي حاجه ولا ملي كنبغي ندير دي ستوري دغيا تنديرهم على الشعر ديالي. جا شي واحد دغيا كديرهم وتيبقاو ثابتين، وكيشدوا لا فورم على الراس، كيبقاو ثابتين على الشعر. بالنسبه لهاد هاد لي دو جوج لي بواط اللي كيبانوا لكم هنا، هادو فيهم صبابط اللي ما كنستعملهمش، باقيين جدادين كنت شريتهم مازال ما كنستعملهمش. وحتى هادو فيهم شي حاجات ديال بنتي اللي مازال جدادين وما كنستعملهمش، فدايرهم هنايا ومخلياهم هنا. كنحط هنا يبان لكم لي شال، نقرب لكم الكاميرا، كيبان لكم هنا لي بواط اللي دايره فيهم لي شال. بون انا تنحطهم هنايا حاليا، وشي مرات كنديرهم في واحد المجر عندي في الكومود اللي في بيت النعاس تنديرهم فيه. مي مهم
تنخليهم هنا كيجوني بخاتيك قرابين ليا مع الحوايج دغيا كنختار. مي اللي عنده الدراري الصغار خاصو ديما يخبي 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 ما يخليه حتى شي حاجه باينه. شتو خليت غير لي شال اللي كنستعمل تقريبا كل نهار، حيدت كاع لي شال اللي كاينين. درت هنا هذوك اللي مزوقين، هنا درت هذوك لي تيغبون اللي وريتكم. بلاتي نقلب الكاميرا هاكا. درت هنا لي تيغبون، درت هنا جو بونس نكون نطقتها صحيحه، واقيلا سميتهم لي تيغبون. هادو لي شال لي مزوقين. هنا هادوك ديال ليكرا اللي كنستعمل كل نهار، حيت كما قلت لكم لي غادي تبنوا. وهنا لي شال لي لونهم واحد، ولقيت راسي عندي بزاف ديال لي شال لونهم واحد، حيت انا كنستعمل بزاف هاد ستيل ديال لي شال. تقريبا قربت نسالي، المهم ندير غير دي غوتوش على هاد البلاصه. شوفوا الروينه، حتى البانطوفه راني مدخلاها تما، التليفون اللي جاي لبالكم كاين في هاد البلاصه. دونك هاد العلاقه البنات ما شريتها لا من ايكيا لا من كاتيا لا من حتى شي بلاصه، هادي صوبتها عند الحداد. وصراحه صحيحه لانني انا بزاف كنت شريت ديال المرجان، سيرتو كنت كنشري ديال المرجان، ولكن ما كانوش كيصدقوا ليا ديال ايكيا وكيتيا. كانوا شي مرات شي وحدين كنلقاهم صغارين ما مناسبينيش، مي هادي فريمون كبيره كتهز بزاف، واخا ديروا عليها الثقل شحال ما درتو ما كتهرس ما حتى شي حاجه. صوبتها عند عند الحداد، انا اللي وريتو الموديل وصوبها ليا ب 300 درهم باش صوبها ليا. ما عرفتش واش غلى عليا ولا الثمن هو هذاك. البنات في انستغرام قالوا ليا الثمن هو هذاك ديالها. المهم ننصحكم بها البنات، ما تشريوها من حتى شي بلاصه، سيروا فصلوها وتهناو تهناو. هذه لي ميزور ديالها فيها متر ونص على متر ونص، واقيلا متر ونص ولا جوج متر، والله ما عرفت، متر ونص واقيلا. المهم تنعاود نعبرها ونقول لكم. المهم يا اما متر ونص يا اما جوج متر على جوج متر، بون كتجي زوينه بزاف. هنا في هاد القنيطه دايره هاد البليصه هكا، شي مرات كنحط فيها التليفون بيسي كاميرا ولا شي تخربيقه هكا ملي كنكون كنصور في هاد البلاصه. عندي هاد المخده هادي كنت خديتها من مرجان، دوك اللي كيكون فيهم بحال هكا الموزونه كتحيدها وترجعها. بصراحه كل مره والديكوراسيون اللي كندير في هاد القنيطه اللي عندي هنا حدا هاد العلاقه. هادي ديال كيتيا، هاد سميتو، هادي حتى هي كيتيا، هاد الوريدات حتى هما كيتيا. البنات هادو ما غاليينش بزاف، مي كيجيو زوينين. هادي يمكن شي 20 درهم هاد الوريدات، والله ما عرفت. هادو كانت صيفطتهم لي واحد البنت في لاباج، عندها باج انستغرام شوب شوبينغ ساغا، هي كتصيفط لكم لي زارتيكل حتى للمدينه ديالكم، وكتزيد واحد شويه ديال البورسونتاج ديالها هي، حيت هي كتمشي وكتسخر وكتقدا لكم وهادشي كامل. دونك هي من خديت هادي وهاد الفاز وهاد الوريدات اللي عندكم هنا. هادي اللي لتحت اشنا هي؟ هادي واحد الطابله دايره هكا صغيره، عندي كانت قديمه تجرح العود ديالها، فدرت فوق منها هاد التوب هذا، درتو فوق منها. وشوفوا كيفاش كتجي، مو كتجي عاطيه ديكور زويون هنايا. درتو فوق منها ودرت فوق منها هاد البليصه هادي. دونك هاد لابارتي كنت وريتها لكم، فيها هاد لي رونجمون كيما شفتو قبيله، راه هما اللي خديت حتى هما من كيتيا. هنا كاينين دوك لي بواط، هاد البواط البنات هاد البواط كانت جات فيها لا غوب ديال تسنيم من عند واحد لاباس سميتو ماغوب، كنت خديت من عندهم لا غوب ديال تسنيم، وبقات لي هاد البواط، عجبني الشكل ديالها ودرتها. سينو ممكن تقادو لي بواط بحال هادو غير في الدار ان شاء الله، شي مره بحال هاد الشكل يجيوكم وتقادوهم غير في الدار غير بالكرتون العادي. شي نهار البنات غادي نصور لكم كيفاش ديروها. دونك هنا عندي هاد طابي، هاد طابي ما كبيرش بزاف، شاده لي غير هاد لابارتي هادي في كاينه العلاقه وهادشي كامل. هاد طابي حتى هي من حتى هي من كيتيا تقريبا، وقال لك كلشي عندي هنا من كيتيا. وهاد طابي حتى هي ديال ديال كيتيا. فوالا هذا ما كان غير هادو، غير شي حوايج وريتهم لكم بالنسبه للبنات اللي بغيو يعرفوا. انا عارفه البنات كيبغيو يعرفوا كل حاجه منين. الوغ هاد الريدو اللي عندي هنايا هذا فصلته ما شريتوش خديت التوب وفصلته. فوالا هذا ما كان.